غير هاد الصباح هذا جاو البوليس هما يشدوا واحد الراجل كان كيغسل الطوموبيل ديالو، وهو كيغسل الطوموبيل ديالو اللي جديده واللي عزيزه عليه حيت يالله شراها، شاف ولدو اللي عنده عام ونص هز واحد المسمار وبدا كيكرج فيها، وداك الصوت ديال داك المسمار بدا كيتسمع ليه في ودنيه قج 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 وبلا ما يحس وبلا ما يشعر، طلع ليه الزعاف وغضب، هو هز واحد المطرقه وبدا كيضرب ليه الدين ديال داك الولد ديالو وما عرفش اش كان كيدير، حتى سمع واحد الغوطه ديال ولدو من شده الالم مسكين راه ما علم به الا الله عز وجل، وفي البلاصه هز هاد الولد هذا وركبوه في ديك الطوموبيل وداني شان للسبيطار، وتما قالوا لي هاد الصبيعات ديال ولدك كلاو العصاب بزاف وخماجو وتهرسوا وما عندنا الا نقطعوهم، وملي قطعوهم ليه مسكين بدا كيشوف في يديه ويقول لباه بابا انت غادي يكبروا لي صبعاني، وهنا الاب ما قدرش يصبر ملي سمع داكشي اللي قال ليه ولدو، هو يخرج من السبيطار كيبكي، هو يمشي لديك الطوموبيل وبدا كيضرب فيها كيضرب فيها كيضرب فيها كيضرب فيها بغى يخوي فيها السم ديالو، وهو كيضرب في ديك الطوموبيل بانت ليه ديك البلاصه اللي كان كيكرج ولدو ويقرب منها، هو يلقاه رسم فيها قلب وكاتب ليه احبك يا ابي، وهنا داك الاب من بعد هادشي كامل ما قدرش يصبر ومشى بعد لواحد البلاصه وهو يشنق فيها راسو وهو يدير حد لحياته، وهنا كتكمل القصه ديالنا. وبلا شك من بعد ما سمعتي هاد القصه هادي غادي تكون تعاطفتي مع داك الدري الصغير مسكين اللي تقطعوا ليه صبيعاته، وفي المقابل غادي تكون كرهتي الاب ديالو وما حملتيش ورديتيه وصورتيه في دماغك مجرم حيت دار في ولدو داكشي كامل، داكشي علاش دابا بغيتكم تعاودوا معايا الاحداث كاملين من الاول وركزوا معايا مزيان باش نفهموا كيفاش كيضحك علينا الاعلام. اولا واش عمركم شفتوا شي واحد كيغسل طوموبيلته بالمطرقه وديك المطرقه اصلا اجابها في هذا الموضوع هذا؟ جوج الولد اللي عنده عام ونص واش يقدر يرسم قلب ويكتب فيه احبك يا ابي وفي ذاك العمر واش يقدر يهضر وبهذا الاسلوب هذا ويقول لباه انت غادي يكبروا لي صبعاني؟ ثلاثه كيفاش هاد البوليس هادو شدوا هاد الاب هذا وهو ما تشناق راسو؟ يا شفتوا دابا شفتوا كيفاش كيضحك علينا الاعلام؟ واش شفتوا كيفاش كيتحكم في العاطفه ديالنا وكيلعب بها كيف ما بغى، نحبوا هذا ونكرهوا هذا؟ وهنا بالضبط فين كاينه القوه ديال الاعلام، كيرجع لك الحوايج الخايبين زويونين وكيديروا ليهم العكر وكيغمسوهم في امله وكيقول لك هاك صرت ليا مع راسك، وانت كتشد داكشي وكتصرطوا مع راسك وعينيك مغمضين راه شفناها في التلفازه، وكيشد لك داكشي اللي زوين وكيردوا لك خايب وكيبينوا لك باللي هو راه رجعي ومتخلف وما كيفهم والو في لاموند وداك الشيء عنده راه قديم وغشيم وعندك تكون بحاله وحتى انت كتقاتل باش ما تكونش بحاله. وهنا فين كتقول بحبيبي وهذا الشيء ديال تزوير الحقائق ماشي شي حاجه اللي جديده، هذا الشيء ديال تزوير الحقائق راه قديم، وقالوا لنا الله عز وجل في القران في القصه ديال موسى وفرعون، موسى عليه السلام وكز رجلا فقتله وقتله خطأ، وفرعون قتل آلاف ديال الأطفال وبالعاني وظلما وعدوانا، وملي شاف فرعون موسى قال ليه وفعلت فعلتك التي فعلت. وهنا بالضبط فرعون بغى يلعب الدور ديال الإعلام وبغى يزور الحقائق، بغى يرجع سيدنا موسى عليه السلام هو اللي قتال وهو اللي مجرم، وبغى يرجع هو راسه مسكين بريء، وحتى في العهد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ملي بدا كينشر الدعوة أي واحد دخل لمكة كيمشيو عند الكفار وكيقولوا ليه عندك تمشي عند محمد صلى الله عليه وسلم، عندك تمشي لعندو راه بيسحرك راه هو راه ساحر وراه هو كذا وراه هو كذا، وبغاو حتى هما يلعبوا الدور ديال الإعلام ويزوروا الحقائق، ولكن هيهات هيهات راه ما يقدروش راه غادي يضربوا حتى يعيوا، والله متم نوره ولو كره الكافرون. غير هو حبيبي اللي بغيت نقول لك حضي راسك ورد البال من داكشي اللي كتفرج وما تبقاش غير كتسرد داكشي اللي كيعطيوك. والسلام عليكم ورحمة الله. تهلا في صلاتك.